محل بورسعيد للأغنياء بس. في تمثال حرية هنا بس هم شالوه ف الله 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 أمين عوض شكرا. عايز اقول لكم ان محافظه بورسعيد صغيره جدا بس جميله جدا ورخيصه جدا، يعني بغض النظر عن المواصلات هنقضي اليوم ببلاش تقريبا. فلو عايز اسافر بورسعيد اكل واشرب واتفسح ونروح البحر كمان، الموضوع هيكلف كام؟ يلا بينا نشوف الحوار ده. ام حماس يا اخي طيب مبدئيا كده بورسعيد 2 كيلو في 2 كيلو، وبرغم كده رايقه جدا غير انها جميله وفيها اماكن كتير حلوه، وبغض النظر عن المواصلات تقريبا مش هنصرف حاجه طول اليوم. المواصلات، طيب عشان تروح بورسعيد قدامك 3 اختيارات، تصحى الصبح قبل الظهر وتطلع على رمسيس، واول طريقه معانا وهي محطه القطر. قطر رقم 945 ب 11 جنيه الدرجه العاديه وب 55 جنيه الدرجه المميزه، وبيطلع الساعه 6:10 الصبح. واللي بعده قطر رقم 185 زيه بالظبط والمفروض يطلع الساعة 9 بس هو بيكون جاي من أسوان فبيتأخر على الميعاد. أو الاختيار التاني وهو جوباس ب 85 جنيه، ميعاد الرحلة الساعة 7:10 والتانية 10:30. أو أفضل اختيار وهي البيجو 7 راكب اللي بتحمل في أي وقت وهتلاقيها في موقف رمسيس ب 65 جنيه. وأول ما وصلت رحت على حديقة فريال. الميكروباصات هنا الاجره موحده 2 جنيه ونص يوديك من اي حته لاي حته، بس احنا لما نزلنا الموقف عشان نيجي على حديقه فريال على طول ما لقيناش ميكروباصات يودينا على هنا، فخدنا تاكسي. اكبر اجره في التاكسي هنا 15 جنيه، واول مكان معانا حديقه فريال. واه ببلاش. عارفين ناس طيبه هنا ولا شيء؟ احنا مش لاقيين حد. ازاي الجنب بقى مش مناسب؟ والمكان هنا مدهش. يا اخي بالله عليك كيف تفكر تخيل ان الحديقه دي ببلاش وفي القاهره؟ كانت هتبقى بالنظافه دي ولا. وبعد كده تمشينا على كورنيش ديليسيبس. والناحيه الثانيه هتلاقي تمثال كبير لست ماسكه حزام الدبليو دبليو اي. وتمشينا عشان نروح لتمثال ديليسيبس اللي مش موجود. وفجاه الله 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 امين عوض. بكل بساطه انا امنيه اللي محدش يعرفها ولا بيتصور معاها. وطلعنا على سوق السمك. سوق السمك الجديد المفروض ان احنا جينا ناكل سمك ودي اجمل حاجه في بورسعيد. يلا بينا نشوف الحوار ده. هنا بقى الموضوع مختلف، يعني انت بتنقي الاول بعد كده بتوديك واحد يسويهولك بعد كده تشوف هتاكله فين. وبصراحة استغربت ان في اصدقاء للاستوديوهات في بورسعيد، كل القلوب اللي في القلوب. وعم محمد ادانا نبذة عن الاسعار. البوري ب 40، الجمبري ب 100، الجامبو ده ب 100، الدنيس ب 100، الكابوريا بتتراوح من 50 ل 80. واحلى حاجة انك تقدر تيجي تشتري اللي انت عايزه بداية من سمكة واحدة عادي، وبعد ما تشتري اللي انت عايزه توديهم يستووا، وهتلاقي محلات كتير وقعدات رايقة. محمود الفار بقى السناكس والاستيراد وال ده رئيس كريم. انا قلب الدنيا على سبوله نابلسي شاهين مش لاقي. زيت الزيتون. خلاص زيت الزيتون. وحرفيا دي احلى فقره في اليوم. يرجى عدم انذار السيارات او المرور اسفل العقار حيث ان العقار ينهار فعليا والمالك يخلو مسؤوليته من اي اضرار. دلوقتي احنا خلصنا بورسعيد ورايحين على مول فؤاد، بس ما فيهاش غير تعديه واحده وهي المعديه. ف يلا بينا نشوف الحوار ده. وامنيه اخيرا حد عرفها. ايه ده هبب؟ ببلاش برضو. دلوقتي رايحين جبال الهيمالايا. يلا بينا. والمقصود بيها جبل الملح. مرحبا بكم في الهيمالايا. هو الدخول مش بفلوس بس مش ببلاش. احنا دخلنا قال لنا 20 جنيه وراح حاطط لنا كرتونه ملح
وقال لنا عند العالم ده ويلا بينا. ما ديش دي شروط الدخول، لازم تشتري علبة ملح ب 20 جنيه. ايه الملح الطازة؟ ايوه الملح. ايه الملح الطازة؟ بعدين رجعنا على بورسعيد عشان نروح الشط اللي الدخول فيه مجاني. مفيش رسوم دخول شط، الكرسي ب10 والشمسة ب20، يعني يعتبر ببلاش. وحبينا نقفل اليوم وطلعنا على سلسبيلة عشان نجرب الكاساتا، وهو اختراع ايس كريم ايطالي مش موجود غير في بورسعيد. ايس كريم عليه زبدة متجمدة قوي ب10 جنيه. كلها اضربيها كلها، ماليش دعوه اضربيها كلها. قشطه، زبده، جوز هند، محدقه، محلقه، مش كده هتحدقها واكلها؟ بنت يا امنيه بتتحديني؟ وكالعادة حبيت اوصل لكم ان السفر ولا متعب ولا صعب ولا مكلف، تقدر تروح اي حتة انت عايزها بأقل تكلفة ممكنة او تظبط جدول على قد فلوسك. فلو عجبكم الفيديو متنسوش تعملوا لايك وكومنت وشير وسبسكرايب، واشوفكم الفيديو الجاي. فهب هب هب هب. انا بسال على الاسعار عادي يعني عشان الفيديو كده، فبقول للراجل لو سمحت الكرسي بكام؟ قال لي ب10. بقول له الشمسيه دلوقتي؟ شمسيه هتبقى 11. قلت له يا عم انا بسالك عادي عشان اجي بكره الصبح ان شاء الله من نجم. قال لي ماشي، 4 كراسي وشمسيه ب40 جنيه.